لكن لسه كلامنا عن الرياضه ما خلصش، ودلوقتي فقره رياضيه وهنتكلم عن احداث كتير كده حصلت امبارح في الرياضه. على سبيل المثال كان منتخب مصر لكره اليد فاز بالمركز السابع عالميا للبطوله الثانيه على التوالي. الزمالك كمان رجع للانتصارات على حساب فيوتشر، والاهلي بدا الاستعداد في المغرب للقاء اوكلاند سيتي في اول مباريات كاس العالم للانديه يوم الأربع اللي جاي. خلينا نتكلم عن كل هذه التفاصيل مع الأستاذ طارق رمضان الناقد الرياضي، منورنا في استوديو صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليكم، منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير، ازيك يا جمال؟ صباح الخير يا فندم. صباح الخير. قبل ما نتكلم عن الكورة وعن الدوري وعن كأس العالم للأندية، خلينا نتكلم عن سريعا عن كرة اليد. يعني المنتخب الوطني لكرة اليد كان ماشي الحقيقة خلينا نقول معدل حلو جدا جدا، وبعدين إيه اللي حصل؟ يعني إحنا جينا من أول الدنمارك السويد، ايه اللي حصل؟ اللي حصل ورايي الشخصي ان المركز السابع ما يرضينيش انا شخصيا، يعني احنا دايما محدش كان متوقعه، احنا كنا يعني على الاقل المربع ده السابع ده على الاقل خالص ان انا ابقى منافس مكان فرنسا يعني ابقى صحيح. مع الدنمارك في الماتش النهائي، لان احنا واحد من اساطير كره اليد صحيح، وبالتالي عندي مجموعه ونخبه كبيره جدا من اللاعبين، لكن واضح ان في نوع من الخلل ما بين المدير الفني وما بين اللاعبين وتصميمه الشديد على انه يستقر على مجموعه واحده ودون النظر الى تغييرات ودون النظر ان هو يعني بروندو من المدربين كويسين جدا عمل معانا انجازات كتيره جدا، لكن اول ما المدير الفني يفكر في قصه ان انا ادرب المنتخب وادرب نادي معاه ديت تبدا على طول الانهيارات اللي احنا بنشوفها بهذا الشكل. حصلت معانا قبل كده مع ديفيد اللي هو بقى مدرب النادي الاهلي دلوقتي لكره القدم، كان مع منتخبنا برضو فضل ماشي كويس ماشي كويس ماشي كويس، وبعدين فجاه بدا يفكر ان هو يدرب نادي بجانب المنتخب اتحاد كره يعني. اليد وافق له، فبدات بقى الكيرف ينزل، بدات العلاقه بينه وبين اللعيبه ما تبقاش كويسه، رؤيته حتى يعني كريم هنداوي مع انه واحد من افضل حراس المرمى طبعا. في كره اليد، لكن مستواه ما كانش كويس، فكان يجب ان انا ادفع بحد تاني. تغييرات امبارح مثلا في ماتش فرنسا والدنمارك، رغم ان الدنمارك فازت لكن مدرب فرنسا لما لقى الحارس المرمى بتاعه مش في المود او ما بيتصداش تصديات وانقاذات مهمه غيره فورا ونزل واحد تاني. بس كريم هنداوي كان بادئ البطوله كويس، يعني كريم هنداوي تحديدا كان بادئ البطوله كويس جدا، واحد بس بيجي فتره كده بتحس ان الحارس المرمى مش في بطولته، مش في وكله كان بادئ كويس، الاداء كله كان في الاول كان هايل. لا الاول يا جمانة احنا مع فرق ادنا عالي عليها، يعني اصعب فرقه كانت معانا كانت كرواتيا صحيح، ومع ذلك انا فزت عليها بفارق عدد كبير 9 نقط، لكن مثلا المغرب مع كل الاحترام والتقدير ليها طبعا. امريكا مع كل الاحترام والتقدير ليها، حتى البحرين، حتى كل الفرق اللي حتى المجر اصلا فرق كمان نقطه واحده واحنا ما كناش متوقعين ده برضه، لكن المجر مثلا امبارح يعني المجر انا كنت فارق 15 بالظبط 15-5، فجاه الاقيها تتعادل معايا وافوز عليها ببونت واحد في ده وقت اضافي بالظبط، ده بالنسبه لي مشكله طبعا. يعني ده بالنسبه لي لازم اقعد واشوف وايه ايه المشكله، ايه الخلل اللي عندي، طب مستوى اللاعبين هبط ليه، خاصه يعني في الماتش اعتقد مع الدنمارك او كمان في مع المانيا ما يبقى الفرقه كلها حوالين علي زين، يعني علي زين هو اللي بيلعب الفرقه، والكره اللي جت في العارضه في اخر ثانيه كانت برضو كان ببونت، وصلت اوصل لضربات الترجيح، وصلت ان انا العب بوقت اضافي، لكن صحيح. في مشكله في المنتخب مع باروندو، ويجب على اداره الاتحاد ان هي تتخذ قرار سريع، اما ان انت تدرب المنتخب لان كده كده انت بتاخد فلوس، ممكن تطلب زياده ما عنديش مانع، لكن ما ينفعش تيجي لي بعض الوقت وتطلع تفكر في النادي لبعض الوقت، لان المنتخب اهم، ويجب ان انا احافظ على مكاني في وسط العالم، لان انا واحد من اهم المنتخبات، يعني صحيح. حد امبارح بيقول لي اساطير، قلت له انا اسطوره اكتر منهم، يعني اذا كانت الدنمارك بتفوز بتاني مره على التوالي، احنا هنا في القاهره في البطوله اللي كانت عندنا وصلناها لضربات الترجيح صحيح، يعني وصلنا انا وهي لضربات الترجيح، ولولا خطا اداري بسيط حصل مننا كنا فزنا عليها وطلعناها من البطوله، فبالتالي اذا ان انا اقدر اجي، لكن الفرقه عندنا دي عندنا القدره مليانه لاعبين كويسين، عندنا القدره، لكن على اي حال هي دي يعني اللعبه زي ما بيقولوا، ما فيهاش حد دايما موجود في القمه الا لو اتغر او الا لو حصل اخفاقات اداريه زي ما حضرتك بتقول. اقول لك على حاجه يعني بس ما اقعش الوقعه دي
صحيح. يعني انا موافق ان اكون مثلا خامس العالم، ما عنديش مشكله فيها، يعني زي ما انت بتقول بقى ايه والله، والخامس حتى لن يرضي غرورنا يعني كيرف، لكن ما بقاش سابع العالم.